عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا بكم في أول برنامج متاعنا اللي اسمه الخرافة السياسية على قناتنا تونيزيا تشانيل. بتباع إذا كان عجبكم الفيديو اعملوا جيم، اعملوا بارتاج واشتركوا خاصة في القناة، لأنه الكلمة الحرة والمستقلة تستحق المعونة متاعكم. مش هحكيوا اليوم على أول إفطار بمناسبة شهر رمضان المعظم، وقع في البيت الأبيض الأمريكي عام 1905، 9 ديسمبر 1905 بالذات، بمناسبة زيارة الأمبشادور التونسي لأمريكا آنذاك. وكذلك باش نحكي لكم على أول حدقة في تاريخ تونس. استولت البلجة الأمريكية كونستيتيوشن في شهر أفريل 1805 على فرقاتة تونسية بثلاثة سواري وزوز سفن حربية تونسية أخرى، وقت اللي كانت تكسر في الحصار المضروب من البوارج الأمريكية على مدينة طرابلس أثناء الحرب الأمريكية الليبية نتاع 1805. طالب رئيس الدولة آنذاك حمودة باشا طالب بترجيع السفن التونسية، ووقت اللي رفضوا الأمريكان هذا هدد بإعلان الحرب ضد أمريكا، وكتب للكومودور الأمريكاني وقتها أنه ممكن يعاقب البحارة التونسية إذا اتضح أنهم غلطوا، أما الشد صحيح وطالب بإرجاع السفن التونس. جاوبوا روجيلز وهو كان قائد البحرية الأمريكية وقتها، وقال له مناش باش نسيبوا السفن التونسية، لأن مصممين على إقناع التوانسة بالقوة باش على حد تصريحه وقتها ما عادش يعتديوا من الآن فصاعدا على الحقوق الأمريكية بدون عقاب. وبعد عقد الصلح مع ليبيا جاء روجيلز بأسطول أمريكي الحلق الواد نهار 1 أوت 1805 مصمم على ترهيب تونس وفرض الطاعة للأمريكان، وجاب معاه بلجات حربية أكثر من 10-12 تقريبا وقتها، ما بيناتهم البوارج كونستيتيوشن وكونستيليشن وإسكن وجون أدامس وسيران ونوتيلوس وانتربرايز وهولنت وعديد الزوارق الحربية الأخرى. حمودة باشا كان بي مثقف، أما كان زادا بي قوي الشخصية، وكذلك كان إنسان معروف بسياسته الخارجية القوية. حمودة باشا هاج وماج وقتها وقال اللي الأمريكان اللي كان جاوا فرقاتاتهم باش يعملوا الحرب على تونس محال، وأنه تونس تعقد الصلح معهم طالما ثم جندي تونسي يمكن يطلق طلقة نارية. وقال حرفيا أوروبا لن تقول أن 10 سفن حربية قد تغلبت على أمير كان هو قد تغلب على دول أعظم قوة. حمر حمودة باشا عينيه، وعنده علاش يحمر عينيه، لأنه تونس في عهده كانت دولة قوية وفي أوجها وعندها سياسة جيوبوليتيقية وحضور دولي كبير، وحمودة باشا قوى الأسطول التونسي. وكتب ويليام إيتن اللي كان قنصلاته أمريكية في تونس عام 1799 اللي القوات البحرية التونسية كانت تتكون وقتها من 94 سفينة مسلحة بمجموع 928 مدفع و88 سفينة غير مسلحة، وعدد البحارة العاملين في هالأسطول 8000. من جهتها كانت البحرية التجارية الأمريكية في البحر المتوسط يعملوا فيها 12000 بحار على متن 80 إلى 100 سفينة تهز في مجملها 20000 طرناطة، وكانوا يصدروا الأمريكان وقتها الشمال وجنوب المتوسط القمح والدقيق والحوت الملح والشايح والروم والروز ولوح الصنوبر والبلوط والأرز وشمع النحل، وزيد عليهم حتى البصل. دامت المفاوضات شهر كامل، وأصر حمودة باشا على إرجاع السفن التونسية ولا باش يعلن الحرب ضد أمريكا. في الأخر تم الاتفاق على رفع الحصار الأمريكي وإرسال أمباشادور يعني سفير تونسي لأمريكا لتسوية قضية الفرقاتة والسفن التونسية. والكب السفير التونسي سليمان ملاملي يسميه البعض ملي ملي على متن الباخرة كونغرس نهار 1 سبتمبر 1805، وما وصلت السفينة الميناء هامبتون رودز في فيرجينيا في أمريكا كان نهار 30 نوفمبر 1805.
وخمسة. وسليمان ملاملي كان من حوانب الترك وترقى في الوظيفة لنور رئيس الحوانب وتقرب من حمودة باشا وعين حمودة باشا في وظائف امباشادور إلى روما ونابولي وأمريكا وأنجلترا وعديد البلدان الأخرى، وكان من خواص الوزير أبو المحاسن يوسف صاحب الطبع، وتوفى في نوفمبر 1824 وما خلفش أولاد ذكور. هز مع سليمان ملاملي 10 مرافقين، وأطلقت الفرقات الأمريكية USS مدافع بمثابة الترحيب بهم نهار 30 نوفمبر 1805. كيفاش لا؟ وهو كان أول موفد مسلم رسمي للولايات المتحدة الأمريكية. وحكيت الصحافة عليه على سليمان ملاملي بإعجاب، وقالوا هو راجل كان قوي البنية طويل عسمسمي لحيته كحلة وكثيفة، وكانت اللباسة متاعه زادة فينو ياسر، ومن جملة كان عنده كشتة موسلين بيضة فوق رأسه. سكنوا جماعة في أوتيل في واشنطن على حساب الدولة الأمريكية، وقرر الرئيس الأمريكي وقتها توماس جيفرسون اللي بيعان لأربع حصنة اللي بعثهم البي حمودة باشا كهدية مع زرابي وحاجات أخرى كفيلة بتغطية نفقات البعثة الدبلوماسية التونسية. ويدوب مسكنوا الجماعة في الأوتيل طالبوا المبعوثين التوانسة من الحكومة الأمريكية بتوفير صاحبات لهم، نعم دي كونكوبين. كلف الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون وزير الخارجية آنذاك جيمس ماديسون بقضية الصحبات، وقالوا حرفيا التوصل إلى سلم نهائية مع الدول البربريسك هكا كانوا يسميوا الدول متاعنا مهم لدرجة تمكن من التغاضي على التصرفات الغريبة متاع وزرائهم ومبعوثيهم. وهذا ما منعش سليمان ملاملي من الدعوات العديدة اللي تلقاها، عشوات وسهرات راقصة، حتى أنه أحد المضيفات قالت عليه ويذكروا هذا كتب التاريخ هو أسد الفصل لليون دولا سيزون. وحضرت في سليمان ملاملي سهرة ريفيون وكان حضوره ملفت للانتباه لأنه على ما يبدو كان زهواني، لا بل زهواني أكثر من اللزوم. وزاد دعم الصورة تقول أنت الميلو دراماتيك امتاعه أثناء عشاء استدعاه ليه وزير الخارجية جيمس ماديسون. وقت اللي قالوا له جيمس ماديسون ومرته وتشكوا له اللي هما محرومين من الصغار، يقوم سي سليمان ملاملي ويلف مدام ماديسون بالبرنوس امتاعه ويبدا يتمتملها ويعمل في طلاسم ويقول لها ربي باش يرزقك بولد اذكر ان شاء الله بين وقتين. والحكاية بالحقيقة ما تمتش، وهذا ثابت تاريخي. وبالطبيعة تقول المصادر اللي كان سليمان ملاملي إنسان يجلب الانتباه، وكان يستعمل ماء المر والورد وما زهر والعطرشية، مما جلب ليه عديد الفضوليين، حتى أن السلطات الأمريكية حطوا حراس عساسة قدام الدار متاعه الإقامة متاعه لإبعاد الفضوليين لكوريو. وعبر سليمان ملاملي عديد المرات على تعجبه من الحريات الاجتماعية اللي كانت تتميز المرأة الأمريكية، واستغرب ياسر من ليزاميرانديان، كان يقعد يغزر الناتيف امريكان يسميهم ليزاميرانديان، استغرب منهم ياسر، واللي كانوا هما يزوروا واشنطن، ونشدهم في نهار من النهارات هما على ملة أي نبي، سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف قالوا له ما عندناش نبي ونعبدوا الروح العظيمة، لو غراند إسبري كما يقولوا هما، قال لهم أنتم زنادقة حقيرين. وصادف وجود سليمان ملاملي وعناصر البعثة متاعه في أمريكا شهر رمضان المعظم، واستدعاهم توماس جيفرسون على مائدة إفطار نهار 9 ديسمبر 1805. وبعد الإفطار مباشرة ما قعدوش يحكيوا معهم، مشاو كما يقولوا هما يتكيفوا في السبسي. هزوا الواحد تقول أنت دعوة متلازمة، يشربوا في القهوة كما يقولوا التوانسة، قهوة وقالوا خير من السلطان في دار. وبعد ويعد هذا أول إفطار في تاريخ البيت الأبيض، وليت عادة عند رؤساء الأمريكان خلال كل شهر رمضان كل عام يعملوه من 1805 للتو. علما وأنه توماس جيفرسون كان عنده جانب روحاني معروف به، وكان عنده ميل للإسلام،
أكيد هو كان على دين بروتستانت، لكن كان عنده ميل الإسلام وشرى كتاب القرآن الكريم مترجم سنة 1865، ويعد هذا الكتاب أول كتاب كونه به المكتبة الضخمة متاع الكونغرس اللي شفته أنا مرة في زيارة لواشنطن. وتنقلت البعثة التونسية لبالتيمور ونيويورك وفيلادلفيا وبوسطن. والغريب أنه ثلاثة من أفراد البعثة رفضوا يخرجوا من نيويورك، وكملت البعثة تجويلها بلا بهم. على ما يبدو عجبتهم الحرية متاع أمريكا، ويمكن زاد عجبوهم الشخطولات متاع أمريكا. وحتى وقت اللي جاء وقت المرواح لتونس حاروا فيهم القنصولات الأمريكاني في تونس جيمس ليندر كاتحكار اللي جاء وقتها معاهم لأمريكا، وسليمان ماليملي وشيخ مدينة نيويورك داويت كلينتون ووزير الخارجية جيمس ماديسون وحتى رئيس الأمريكاني توماس جيفرسون. ويعدوا هذوما أول حلاقة في تاريخ تونس بما أنهم قعدوا في أمريكا واختفى أثرهم فيما بعد. سياسيا ظهر سليمان ماليملي صعب الميراث، وتشكوا المسؤولين الأمريكان من هذا في تقاريرهم عديد المرات. ورغم أن الفرقاتة والسفن التونسية كانت قيمتهم من 3000 إلى 4000 دولار، رفض كل العروض الأمريكية. وما قبل 8 أشهر بعد وصول أمريكا كان بتعويض في شكل سفينة حربية مشحونة بالمعدات والأرماتورة البحرية، زيادة على سفينة فرانكلين كهدية لحمودة باشا مجهزة بالهدايا والأمتعة، و10000 دولار نقدا دفعوها الأمريكان لتونس في جانفي 1806. وروح سليمان ماليملي لتونس بلاش الدبلوماسيين الحلقة ثلاثة، وركب البابور تو براذرز في منتصف أوت 1806، وصل لتونس في بداية شهر نوفمبر 1806. خلينا نقول التونسي ولا بعض التونسة هك زهوين ويحب يعمل صاحبة ويكفر لزاميرانديان ويلف نساب برنوسو ويتمتم لهم بالتلاسم باش يجيبوا صغار، وحريق عند الاقتضاء وسياسيا صعب الميراث. حاوستف إلى اللقاء.